بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة اختبار متوقع رقم 1 لشهر أكتوبر. أمامك خريطة صماء لمصر، ادرسها ثم اختر ما تشير إليه الأرقام مما بين القوسين. رقم 1 وردة البوصلة، رقم 2 نهر النيل، رقم 3 قناة السويس، رقم 4 البحر المتوسط، رقم 5 محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، رقم 6 البحر الأحمر. أكمل العبارات الآتية بالكلمات المناسبة مما بين القوسين. الكلمات اللي عندنا: القارة، القبلي، الخريطة، تاريخها. السؤال الأول: من أدوات تحديد المواقع الخريطة. مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول بداخلها تعرف ب القارة. شعار المحافظة يعبر عن نشاط سكانها أو جزء من تاريخها. محافظة القاهرة تتوسط الموقع بين محافظات الوجهين البحري والقبلي. أكمل العبارات الآتية بالكلمة المناسبة. الكلمات عندنا: أوروبا، الإحداثيات، العلم، تحديد المواقع العالمي، الإدارية. السؤال الأول: خطوط الطول ودوائر العرض من مكونات شبكة الإحداثيات. قناة السويس اختصرت المسافة بين آسيا وأوروبا. الخطوط التي تفصل بين المحافظات على الخريطة تسمى الحدود الإدارية. نظام يساعد على تحديد اتجاهات السير في الأماكن. تحديد المواقع العالمي. رمز يتخذه كل بلد ويرمز لتاريخها وتراثها. العلم. أكمل بالكلمة المناسبة. الكلمات عندنا: الأزهر، المحافظ، القاهرة. الشمس والجامع الأزهر شعار لمحافظة القاهرة. يقوم بافتتاح عدد من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة المحافظ. شعار محافظة القاهرة الجامع الأزهر. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. إهمال الميادين والشوارع من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للقاهرة. العبارة خاطئة. موقع مصر زادت أهميته بعد حفر قناة السويس. العبارة صحيحة. الوثائق من المصادر الثانوية للمعلومات. العبارة خاطئة. كان لنهر النيل أهمية حضارية وتجارية. العبارة صحيحة. عنوان الخريطة يساعدنا في معرفة الاتجاهات الأصلية والفرعية. العبارة خاطئة. عند التقاط القمر الصناعي المصري مجموعة من الصور يطلق عليها صور جوية. العبارة خاطئة. خطابات الخديوي إسماعيل لدعوة رؤساء وملوك العالم لافتتاح قناة السويس تعد مصادر أولية. العبارة صحيحة. الوقوف باحترام أثناء تحية العلم في البطولات الرياضية واجب وطني. العبارة صحيحة. الخطوط المرسومة على الخريطة بين محافظتي الجيزة ومطروح هي حدود سياسية. العبارة خاطئة. صوب ما تحته خط. نهر النيل أطول أنهار العالم.
هذه العبارة تعد رأيا خطأ والصواب حقيقة. بدأت فكرة حفر قناة للربط بين البحرين في عهد رمسيس الثالث. رمسيس الثالث خطأ والصواب سنوسرت الثالث. يضم شعار محافظة القاهرة جامع أحمد بن طولون. أحمد بن طولون خطأ والصواب جامع الأزهر الشريف. الفيلم الوثائقي حول حفر قناة السويس يعد مصدرا ثانويا خطأ والصواب أوليا. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أوروبا. أوروبا خطأ والصواب إفريقيا. يمكن معرفة الاتجاهات الأصلية والفرعية عن طريق مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة خطأ والصواب وردة البوصلة. لكل محافظة من محافظات مصر علم خاص. علم خطأ والصواب شعار. يتوسط علم مصر الحالي النجوم. النجوم خطأ والصواب النسر. اللون الأحمر في علم مصر يرمز لفترات الاستعمار. الأحمر خطأ والصواب الأسود. المصادر الثانوية تتميز بأنها معاصرة للأحداث. الثانوية خطأ والصواب الأولية. ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مما يلي. راية تتخذها المحافظة رمزا لها. العلم، الشعار، الدرع، الأيقونة. الإجابة الصحيحة الشعار. وضع حجر الأساس لمدينة القاهرة أحمد بن طولون، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، جوهر الصقلي. الإجابة الصحيحة جوهر الصقلي. منارة الإسلام في العالم أجمع جامع الأزهر الشريف، محمد علي، الناصر قلاوون، الرفاعي. الإجابة الصحيحة الأزهر الشريف. أمامك خريطة صماء لمصر، ادرسها ثم اختر ما تشير إليه الأرقام. يشير رقم 1 إلى مقياس الرسم، وردة البوصلة، عنوان الخريطة، خطوط الطول. الإجابة الصحيحة وردة البوصلة. يشير رقم 2 إلى الصحراء الشرقية، نهر النيل، البحر الأحمر، البحر المتوسط. الإجابة الصحيحة نهر النيل. يشير رقم 3 إلى الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، قناة السويس، وادي النيل. الإجابة الصحيحة قناة السويس. يشير رقم 4 إلى البحر المتوسط، البحر الأحمر، وادي النيل، دلتا النيل. الإجابة الصحيحة البحر المتوسط. يستخدم كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها. قناة السويس، البحر المتوسط، البحر الأحمر، نهر النيل. الإجابة الصحيحة نهر النيل. البرديات المصرية القديمة تعد من المصادر الأولية، الثانوية، البيانية، الطبيعية. الإجابة الصحيحة الأولية. ممر مائي ساعد في اختصار المسافة بين قارتي آسيا وأوروبا. نهر النيل، البحر الأحمر، قناة السويس، البحر المتوسط. الإجابة الصحيحة قناة السويس. نقطة التقاء بين الوجهين القبلي والبحري. محافظة المنيا، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية. الإجابة الصحيحة القاهرة. اللون الأسود في علم مصر يشير إلى فترات الحرب، السلام، الاستعمار، القوة. الإجابة الصحيحة الاستعمار. محافظة الأقصر من محافظات الوجه البحري، الوجه القبلي، الصحراء، الحدود. الإجابة الصحيحة الوجه القبلي. مصر ملتقى قارتين هما آسيا وأوروبا، أوروبا وإفريقيا.
إفريقيا وأستراليا، إفريقيا وآسيا. الإجابة الصحيحة إفريقيا وآسيا. الصورة المقابلة تعد من المصادر الأولية، الثانوية، الثالثة، الرابعة. الإجابة الصحيحة الأولية. من المصادر الثانوية النقوش، المقالات، الوثائق، الخطابات. الإجابة الصحيحة المقالات. أمامك صورتان، اكتب ما تدل عليه كل منهما ثم حدد أوجه الشبه والاختلاف بينهما. الصورة الأولى تدل على علم مصر، والصورة الثانية تدل على شعار محافظة القاهرة. وجه الشبه: كلاهما راية تعبر عن التاريخ والتراث. وجه الاختلاف: العلم تتخذه الدولة والشعار تتخذه المحافظة. متى تحتفل محافظتك بعيدها القومي؟ طب اسم محافظتك؟ أنا محافظتي محافظة بورسعيد. متى تحتفل بعيدها القومي؟ 23 ديسمبر من كل عام. لماذا تحتفل محافظتك بعيدها القومي؟ ذكرى جلاء قوات العدوان الثلاثي. السؤال الثاني: ما أهم مظاهر احتفال محافظتك بعيدها القومي؟ رقم 1 تزيين وتجميل الميادين والشوارع. رقم 2 رفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية. ممكن نزود رقم 3 إقامة المهرجانات والاحتفالات والمسابقات. رقم 4 افتتاح المحافظ عددا من المشروعات لخدمة أبناء المحافظة. صنف العبارات التالية إلى رأي وحقيقة في الجدول التالي: مدينة الغردقة أنشئت عام 1905 ميلادية. حقيقة: تبلغ مساحة الغردقة 40 كيلومتر. حقيقة: الغردقة أجمل مدن مصر. رأي: مناخ الغردقة صحراوي جاف. حقيقة: صنف المحافظات التالية إلى محافظات وجه قبلي ومحافظات وجه بحري في الجدول التالي: البحيرة وجه بحري، الجيزة وجه بحري، الإسكندرية وجه بحري، أسوان وجه قبلي. السؤال اللي بعده: حدد اثنين من مظاهر الاحتفال بالعيد القومي لمحافظتك. رقم 1 تزيين وتجميل الميادين والشوارع. رقم 2 رفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المباني الحكومية. ما العلاقة بين جوهر الصقلي والعيد القومي لمحافظة القاهرة؟ تحتفل مدينة القاهرة بعيدها القومي في اليوم الذي وضع فيه القائد جوهر الصقلي حجر الأساس لبناء مدينة القاهرة. قارن بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. التعريف: المصادر الأولية كل ما تم نقشه أو تدوينه سواء من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه ويرتبط بزمن وقوع الحدث. أما تعريف المصادر الثانوية كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل منذ وقوع الحدث، وغالبا ما يستند إلى مصادر أولية. أمثلة المصادر الأولية: الصور، الأفلام التسجيلية، النقوش، البرديات، المخاطبات، الوثائق الرسمية، كتابات المؤرخين القدماء. أما أمثلة المصادر الثانوية: الكتب، المقالات، الموسوعات، الأبحاث. إن شاء الله الدرس القادم اختبار على الوحدة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.